المحل هنا حنك في وشي يعني. بدأت في الانتيكات ده، سوق الانتيكات ده من امتى؟ حوالي بالظبط حوالي 20 سنة. وراسة؟ طيب من لا مش وراسة، كهواية وشغل. تمام. بدأتها ازاي يعني؟ ايه اللي خلاك تروح تبدأ تجمع الانتيكات والحاجات دي؟ حبيتها كمنتج مثلا، حبيته منتج الانتيكات ده حبيته. وبدأت تعرف، عرفت تجمعها ازاي؟ يعني عن طريق مثلا مزادات، اسواق قديمة، حاجات زي كده، فيلا القصور، حاجات زي كده عامة يعني. سوق الانتيكات في مصر شايف ان هو مثلا بيندثر ولا لا؟ موجوده وموجود ليه مساحه يعني؟ موجود بس خلاص قرب ينقرض يعني. يعني سوق الانتيكات قرب ينقرض بسبب بالنسبة ايه؟ للانتيكات. مفيش، كل حاجة دلوقتي بقت تطلع على بره، كله دلوقتي بيطلع على بره، مفيش حاجة هنا داخل مصر خالص، كل اللي بيجي ياخد ويطلع بره. بس عامة يعني السعودية والكويت وهنا 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 وهنا. يعني مثلا طب الزباين اللي بيجي لك اغلبهم بيبقوا جنسياتهم ايه؟ عرب، معظم اللي بيجي لي عرب. حركة الشركة دلوقتي قلت مثلا؟ احنا من ساعة الثورة احنا على كده، مفيش ولا بيع ولا شراء، نادر قوي لما بيجي لك زبون. طب انت شايف ده بسبب ايه؟ الله اعلم بقى هقول لك بسبب ايه بالظبط، الله اعلم. ما معرفش بتروحش بسبب ايه. تعرض طيب منتجاتك دي مثلا معارض او لا مش حابب اللي انا عرضت حاجتي في معارض او على الفيس او الكلام دوت. ليه؟ طب بالعكس السوشيال ميديا دلوقتي هتسوق لك حلو جدا. ايه الفيس مبوظ الدنيا خالص عني، بالاخص في المجال بتاع الانتيك، ازاي؟ بيحط اسعار غريبه وناس بتشتري باسعار غريبه واسعارهم غريبه اساسا على الفيس. يعني هو ممكن مثلا يشتري حاجه انا ممكن مثلا باخدها مثلا ب50 جنيه، هو ياخدها ب 150 جنيه، بوظنا انا. اجي انا عشان اخد الحاجه دي تاني ب 50 جنيه اروح يقول لا دي ب 200 جنيه. ده شغل الفيس، فعشان كده ما بحبش ان انا اعرض حاجتي على الفيس ولا كده ولا. بس انا الاسعار عندي على تبقى حسب في حاجه، رينجات كام يعني؟ انت يعني انا عندي حاجه مثلا في رينج 20 جنيه لغايه 5000 جنيه، مش كله. انا مدى يعني، ما انا قصدي ان هي في المدى العمري بيبقى بتاعها مدى العمر ولا بتاعها، الحاله بتاعتها ذات نفسها برضه؟ مدى العمر والحاله ذات نفسها ايه اقدم ده اللي حاجه عندك بيعلم. هنا؟ اقدم اكتر حاجه بتعتز بيها شايف ان هي مش عايز تطلعها او شايفها حاجه قيمه جدا بالنسبه لك؟ ايه بالنسبه مثلا للرضاوي، تليفونات، الحاجات اللي هي المختلفه، لو في حاجه مختلفه دي اللي انا بتمسك فيها شويه. ايه اكتر حاجه مثلا الناس او بتشد الناس اول ما بتيجي يقول لك احنا عايزين ده؟ ايه آلة كاتبة، تليفون، راديو، هي دي الحاجه اللي بتشد الزبون، كاميرا قديمه، دي الحاجات اللي ممكن الزبون تلفت انتباهه، او اسطوانات. عندك حاجه من العائله الملكيه او حاجه اثريه او كده؟ لا ما عندكش. ده مفيش حاجه. طبعات الجرايد اللي شفناها عندك واللوحات والحاجات دي عليها طلب ولا؟ لا نادر قوي لما حد بيجي يسال عليها، بس انا طبعا عشان محل انتيك لازم يبقى عندي المجموعه كلها. لازم ابقى مشكل دوت ودوت ودوت بحيث ان الزبون يجي يلاقي طلبه عندي. لو جه مثلا سالني على حاجه يبقى عارف هو في ايه عندي. مثلا الخوذه بتاعت الحرب دي جبتها منين؟ اسواق قديمه، سوق جمعه قديم.